حياكم الله إذا مشاهدينا مجددا. ينفرد نادي الشارقة باهتمام خاص بمهرجانات الخيل العربي هذا العام. احتضن النادي 3 مهرجانات ضخمة للجمال العربي، وهي مهرجان الشارقة الجواد العربي السلالة المصرية، ومهرجان الشارقة الجواد العربي الانتاج المحلي، ومهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي. تتميز مهرجانات الشارقة الجواد العربي بالمشاركة الكبيرة لملاك الخيول والاسطبلات والنوادي في الدولة، إلى جانب مشاركات دولية واسعة. ومن عشاق الفروسية وجمال الخيول العربية الأصيلة معنا اليوم الفارس الشيخ خالد بن فيصل بن خالد القاسمي. حياك الله شيخ، مساك الله بخير. مساك الله بالنور سرور. أول شيء يعني في سن صغيرة ما شاء الله بدأت علاقتك بالخيل وبدأ ارتباطك بالخيول، خبرني في أي عمر بالتحديد بديت تحب الخيول، بديت تحس أن أنت عندك ميل كبير للخيول؟ الحب من صغري، من عمري 3 سنين 4 سنين كل ألعابي ألعاب خيول، ما أحب شيء السيارات. يعني في البداية كانت ألعاب ومن بعدين من بعدها تحولت للخيل الحقيقي. هنا. في أي عمر بديت تركب الخيل وبديت في عمر 9 سنين تتمرن أو تتدرب على الخيول؟ في عمر 9 سنين بديت أركب واستمر لين اليوم. جميل. طبعا مهرجانات يمكن الشارقة مثل ما ذكرنا يعني أكيد الخيل العربي يعني يحظى باهتمام ورعاية كبيرة الحقيقة من سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة. هناك العديد من المهرجانات خصوصا اللي تتعلق بجمال الخيل اللي تحتضنها الشارقة، في أي مهرجانات شاركت وتحرص أنك أنت تشارك؟ في مهرجانات الشارقة خاصة مثل مهرجان الانتاج المحلي ومهرجان الشارقة الدولي. الدولي والمحلي. الدولي والمحلي نعم. أهم بطولتين عندي لأن خيولي موجودة في نادي الشارقة. ومثل نادي الشارقة أنا ومربط كم العرب. كم خيل تمتلك إلى الآن شيخ؟ في نادي الشارقة أمتلك 4 خيول. وفي مربطنا ما شاء الله خير فضيل. 10 خيول إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. يعني هذا دليل على تعلق كبير يمكن بالخيل. ليش هالمسابقتين بالتحديد تشارك فيهم؟ خبرني ليش الانتاج المحلي والدولي؟ الانتاج المحلي هي مثل اول فرصه للخيل يشارك فيها، لانه مثل اول مهرجان في الموسم. بدايه الموسم يبدا كل الخيول ممكن انها تشارك في هالمهرجان. الانتاج المحلي الخيول اللي مولوده في الامارات بس. في خيول تي من برا على البلاد ما تدخل. تدخل مثلا في بطولة عجمان جمال الخيل وبطولة الامارات في ابو ظبي. بس هاي الاثنين. بس انت تشارك في المحلي بعدد معين من الخيول اللي تمتلكها. نعم. اللي هي تكون مثلا احسن خيول للانتاج في الانتاج المحلي ولا لا؟ اللي الخيول اللي توها في بدايتها يمكن تشارك. الخيول اللي جاهزة دخلها. ما فوت فرصة. جميل. اي خيل جاهز يدخل البطولة. وبالنسبة للمهرجان الدولي؟ المهرجان الدولي هو أدخل اللي يستاهل أنه يدخل، لأنه يتأهل من عقبها بطولة دبي الدولية. كأس دبي العالمي؟ لا كأس دبي العالمي هذا للسباق. بطولة دبي الدولية هذه أقوى بطولة في الإمارات للجمال. لجمال الخيول. إيه نعم. يعني خلنا نقول ان طبعا انا يمكن اعذر جهلي بالنسبه لعالم الخيول، ما عندي فكره وايد عن عالم الخيول. المهرجانات اللي تشارك فيها هي مهرجانات خاصه بجمال الخيل. اي نعم. فقط ما بالسباق الخيول. ايه السباق. السباق هذا شيء ثاني. لا خيولي. شو اللي يعطي مثلا الخيال او اللي يمتلك الخيل شو اللي يخليه يعرف ان هذا الخيل ممكن انه يشارك في مسابقه جمال الخيول او انه ممكن يدخل سباق؟ شو الفرق بين هالخيل وهالخيل؟ هي اولا السلاله. الاهل سلاله الخيل نفسها. اي نعم. سلاله الخيول مال السباقات غير عن سلالات مال الجمال. مال خيول السباق يكون بنيه جسمها اقوى عن خيول الجمال. خيول الجمال يكون جسمها احلى و فيها مظهر غير عن مظهرها يمكن احلى من خيول السباق. خيول السباق يكون جسمها قوي وكبير. الجمال يكون صغير وجميل. يمكن كذلك نحن نسمع ان جمال الخيل جمال الخيل بس مو مثل المختص.
حضرتك مختص اكيد بجمال الخيل وتعرف من تشوف الخيل تعرف اكيد ان هذا عنده مواصفات عاليه وهذا لا. شو النقاط الاساسيه اللي على اساسها يتم تقييم الخيل على اساس انه يدخل في مسابقه جمال الخيول ممكن يكون يتمتع بمواصفات عاليه؟ شو اللي يعطيها المواصفات العاليه؟ اولا اشوف السلاله اول شيء، ثاني شيء اشوف الصحه، اشوف انه في اصابات سابقه ولا ما في، ولا واشوف اذا له مشاركات واخوانه مشاركين ويايبين نتائج. ومن ثاني اهم شيء هي مثل ما قلت لك الصحه، لانها تاثر وايد في المشاركه. الحكام طبعا هذه الصحه اختصاص اطباء اكيد، هي الصحه والمظهر مثلا المظهر العام. نعم. ممكن تعرف ان هذا الخيل بين صحته وايد اوكي من مظهره العام. ترى هو في الفحص ما في فحص سلالة معينة الشيخ تفرض عليك مثلا أن تقول أن هاي السلالة ما شاء الله يعني كلها صحتها في مثل فحص زينة وقوتها يعني معروفة من خلال السلالة؟ نعم، بس الصحة ما تنعرف لأن على حسب اهتمام. الاهتمام من الصغر غير عن أن تشتري خيل مو مهتمين فيه، في فرق من قبل. نعم. جميل، نحن عندنا فاصل اعتقد خاص باحد خيولك اللي فازت اعتقد في مهرجان. يعني اي مهرجان كان عفوا؟ مهرجان الشارقة الدولي. مهرجان الشارقة الدولي كان اي دورة؟ 16. دورة 16. نعم. خلونا نتابع نشوف هذا الفرس، او هذا فرس ولا خيل؟ فحل. فحل، نشوف. حياكم الله اذا مشاهدينا مجددا، شاهدنا يمكن الفحل الفائز في مهرجان الشارقه الجواد العربي في بطوله جمال الخيل العربي للشيخ خالد بن فيصل القاسمي. الجوائز اللي حصلت عليها اكثر عن جائزه، انت حصلت على جائزتين. نعم، خبرنا عن هالجائزتين هاي. اول شيء يدخل في فئه العمريه من 5 سنين لين 6 سنين. والمركز الاول والثاني لين 6 سنين. اي نعم، 5 لين 6 سنين يدخلون مع بعض. واللي يحصل على المركز الاول والثاني يتاهل للتشامبيونشيب اللي هو التصفيات النهائيه. عقب كل الابطال يدخلون مع بعض في التشامبيونشيب. عقب يتم تصنيف من الجائزه الذهبيه والفضيه والبرونزيه. جميل. وانا الحمد لله جبت المركز الاول والجائزه الفضيه. الجائزة الفضية والمركز الأول. طبعا هذه يمكن الجائزة الفضية اللي نشوفها موجودة عندنا في الاستوديو. يعني هذا دليل يمكن على أن أغلب الخيول اللي تمتلكها بعدها صغيرة في العمر؟ نعم، هذا اللي للمشاركات هذا أكبر خيل. أكبر خيل؟ نعم. عيل باجي كم؟ يعني في السنة سنتين. سنة سنتين. ليش تفضل الشيخ انك يعني تمتلك خيول تكون اعمارها وايد صغيره؟ لان مثل ما ذكرت الاهتمام بالخيل من بدايه ولادته تاهله فيما بعد للدخول في مسابقات يمكن الجمال العربي، صحه الخيل تكون افضل. انت فضلت متعمدا ان الخيول اللي تمتلكها تكون وايد صغيره، يعني عمرها سنه وسنتين صغيره وايد؟ لان الخيل تقدر تطوره في مجال التطوير، لكن اذا الخيل مشترينه كبير
يكون صعب انك تعلمه، لان الخيل اللي يكون عمره فوق ال4 سنين صعب التدريب، خلاص يكون متدرب على اساس انه كان صغير خلاص، بس ما في. إلين كم من سنة يصبح عمر الخيل ومن بعدها خلاص ما ينفع انه يدخل مسابقات جمال عربي؟ للقوانين اللي موجودة بالنسبة للقوانين دوليا؟ اللي منظمتنها منظمة الجواد للخيل العربي، 10 سنين وفوق. لكن بالنسبة لي أنا أشوف الخيل إذا يكون في صحة وسلامة خلاص يدخل، ممكن إنه يكون أكثر من 10 سنوات. نعم. عمر الخيل بعد يدخل، يعني مثل مثال خيل اسمه ميدان مدين، مملوك لصاحب السمو الوالد الشيخ سلطان محمد القاسمي، عمره 23 سنة ما شاء الله، وحرز على حصل على المركز الثاني ما شاء في الله بطولة دبي الدولية. الله يبارك له فيه طويل العمر. نعم. اللقطات هاي اللي نشوفها لنفس الخيل ولا الخيل الآخر؟ لنفس الفحل؟ نفسه. شو اسمه الفحل؟ اسمه اي جي برزان. اي جي برزان. برزان. انه هني طبعا الاستعراض يمكن في المسابقة نفسها؟ لا هذا مش هو، هذا حصان ثاني. هاي هذه اخر شيء في الشامبيون شيب، هاي اخر مرحلة في كل خيل يدخل، كل بطل يدخل مع بعض. جميل. بعد يعني يمكن دخول هاي المسابقات ما شاء الله وحصولك على المركز الاول وكذلك ايضا احرازك يمكن مركز متقدم، حبك للخيول وتربيتها من عمر صغير، تفكر يعني تدخل ان شاء الله مستقبلا في مسابقات دوليه كذلك، شو الخطوه القادمه اللي تحس انه انت تبغى تدخلها مستقبلا؟ ان شاء الله اول شيء نحقق مراكز كبيره في بطوله ابو ظبي الدوليه ودبي الدوليه، ان شاء الله الخطوه اللي عقبها البطوله العالميه. البطولة العالمية إن شاء نعم الله، أول شيء دبي إن شاء الله الدولية متوفق إن شاء الله، ومن بعدها إن شاء الله البطولة العالمية متواجدة في باريس. تفكر أنك يوم تدخل مثلا البطولة العالمية أو حتى بطولة دبي الدولية تدخل بنفس الخيل بنفس الفحل ولا في تحس أنه مثلا هذا الخيل استهلك في مهرجان معين ابغى ادخل بخيل ثاني، انتم كيف تتعاملون في المساله؟ وان شاء الله يعني يكون عندنا الخيول الصغار او في اول موسم ما يبين ان هذا بطل ولا لا، يوم يكمل على سنتين تعرف ان هذا له مستقبل ولا ما له مستقبل. كيف تعرف؟ يبين في النتائج، ترفع تصعد ولا تنزل. لكن هالفحل من اول ما اخذته كان عمره 3 سنين ما شاء الله، كل بطولة يعني أحسن عن الثاني. يعني عمره 3 سنوات ودربته. نعم. وكل بطولة أحسن عن الثاني. فتفكر أنك تدخل بنفس الخيل في المسابقات الجديدة، في بعد خيل غير هذا الخيل تحس أنه مؤهل عندك ومتوسم فيه أنه فعلا ممكن يدخل مسابقات؟ إن شاء الله حاط له أمل كبير ومهر عندي من إنتاج الفحل اللي عندي. جميل. هو ولده. أنا ذكرت طبعا أن نادي الشارجة يهتم أو يعني ينفرد الحقيقة يعني باهتمام خاص بالخيل العربي، الخدمات اللي يقدمها النادي شو هي؟ الخدمات اللي يوفرها النادي خدمة إيواء الخيول، إيجار الاسطبلات، وتدريب الخاص للخيول، مضمار تدريب الخيول ومضمار السباقات، مسبح مخصص للخيول تدريب الخيول، والتطعيم المبرمجة والفحوصات. جميل. وعندهم مستشفى الشارجة وأحسن مستشفى من أحسن المستشفيات في الإمارات والشرق الأوسط ما شاء الله. نعم. يعني تقريبا المكان أو النادي مكتمل متكامل للعناية بالخيول مثل ما ذكرت، يعني كل يمكن ما يحتاجه الخيل من ولادته ومن تدريبه من كافة اللي يمكن الأشياء اللي يحتاجها الخيل أو نقول المهر أو نقول الفحل من بدايته. الآن يعني يمكن أنت حققت جزء من طموحك. نعم. دخلت مهرجان ما شاء الله، حصلت على المركز الأول، حسيت أنك أنت دربت خيل واشتريته وتعبت عليه ودخلت بسباق وفعلا فزت. شو المرحلة القادمة اللي تحس أو الخطوة اللي تحس أنك أنت تشوفها من بعيد أنت تبغى توصل لها؟ إن شاء الله الجيل الثاني.
الجيل الثاني. اي نعم ان شاء كيف الله الجيل نحقق الثاني نفس لإنتاج الجيل الثاني من اي نعم الخيول؟ ان شاء الله نحقق مراكز في انتاج الفحل، وان شاء الله نحقق مراكز في كل البطولات. جميل جدا، نحن نتمنى لك كل التوفيق شيخ. ان شاء الله. ألف مبروك أكيد على هذا الفوز، ولو إن كان متأخر يعني من شهر 3 تم حفظ اللقب، لكن يعني نتمنى إن شاء الله إن شاء الله تحقق ألقاب أكبر كذلك أيضا بمجموعة الخيول اللي تمتلكها. كل الشكر لك، يعني جميل جدا. أنا تعرفت، أنا ما أعرف شيء عن الخيل الحقيقة، تعرفت منك يمكن على بعض الأشياء في عالم الخيول وعالم مسابقات جمال الخيل. شكرا لك.